جبت تورتها لحمة يا جماعة، نشوف رد فعله ايه. كنت قايل له مش هعمل لك عيد ميلاد ولا بتاع. يلا احمد، احمد تعال. ولا يا ابني خد، تعال تعال. ترطايا كده عندك كام سنة يا معلم؟ 10 مش باين عليك، ازعى مش باين عليك ولا 10 ولا 5. انت هاختك 7 سنين. سنة كام؟ رابعة. رابعة؟ طيب يلا عيد ميلاد خفيفة كده يا جماعة، خفيف خفيف. وبمناسبة عيد الميلاد ده احنا بص يعني بمناسبة عيد ميلادك احنا عايزين نعمل حاجة. ايه؟ تخيل ايه اللي هو؟ عايزين نختار اسم البيبي اللي جاي. او البيبي باية. هي بيبي باية يعني. ماشي؟ نختار اسمها. نحضر اسم. بص احنا هنعمل ايه يا عم؟ كل واحد هيكتب اسمه في ورقة وهنحطهم ونلفهم ونخلي هي اللي تختار. ماشي يا عم؟ انت هتختار اسم عبد الله. فين؟ عبد الله؟ عبد الله في الحمام. كل واحد مننا هيكتب اسم، تمام؟ الاسم اللي في دماغك ونحطهم في علبة كده ولا أي حاجة ونخلي هما إيه؟ يختاروا اسم. أنت تكتب اسم وأنا اسم وعبد الله اسم وهو تكتب اسم، أوكي؟ يلا يلا بينا. يلا يا أحمد. أنا ماسكك. بابا. يلا يا ابني. راحت فين؟ اوكي. نفسك؟ يا عمو انت ايدك خفيفة. يا ابني ما تنفخش. مخروم مخروم. راحت ورقة وقلم، ورقة وقلم بسرعة. يلا مش هنختار اسم البيبي النهاردة. البيبي هنختار اسمها النهاردة. هختار اسمها النهاردة؟ هي ايه البيبي دي؟ البنوتة. اسمها بيبي حتى لو بنوتة بقول بيبي عادي برضه؟ اه خلاص. انت معرفش، انا أول مرة أجرب الإحساس ده. كل واحد يختار بنته. خلاص يختار اسم. تعبت. لا مش مخرومة. بس خلاص كفاية. كفاية. كفاية الفرخ. ما صدقني. الحمد لله. طلعت الفرخ. يلا يا حمودي. جبت؟ صح كده يا جماعة ولا؟ كده عشان شايف التصوير طالع معاك ازاي؟ العكس؟ اعكس الواحد بقى. التصوير أهم حاجة. اعكس الواحد. لا كده هتبقى واحد زي ما هي. ايوه كده. ايوه كده صح. ايه؟ اوكي. يلا حمود امسك انت بقى كده، انت عيد ميلادك انت. رجعنا 10 سنين تاني. يلا ان شاء الله عيد الميلاد الجاي البنوته تكون ايه؟ معاك. يلا امسك. هيروح عليك اخر العدد يا ابني. تبقى انت بقى الوسطاني. انت الوسطاني. هتاخد على جنب. هتاخد على دماغك. ده نوريكم التورتايه. طيب شو عايز تصورني بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دي شو عايز تقطعها منين؟ قطعها منين؟ مش كده يا عم لا لا. دي المشكله. انت نسيت تجيب له الشمعه. انا كنت مستعجل بصراحه. حقك عليا. حقك عليا. يعني كان شيء كان ناسي هو يعني. لازم تفكريه. يعني لازم الشمعة؟ هات يا احمد القلم. القلم القلم فين يا حبيبي؟ القلم القلم فين؟ القلم فين؟ الموضوع ده هتطير يعني؟ قافلينها كل ده؟ اوف
الحمد لله ان العين جت في الارض في العلم. شكل حد لما حط تورتين واحنا طالعين. انا عليك هات السكينه طيب لك غيره عشان كل يوم اجيب قلم. الحمد لله. انا يا اخي لا لسه ما خدتش بقى. عليك لا يا ماما قوم يا احنا لما ندور عليك. مش عارف ستها ليه. انا اجيب قلم ثاني. تعالى بس هتشوف التورته ولا لا؟ شوف هتشوفها؟ خليني هتشوفها؟ طب غمض عينيك. خليني اشوفها. غمض عينيك. ما تفتحش الا غمض عينيك. لف وشك كده. لف وشك. خليه يلف وشه. لا 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 خليك يلف وشك بجد غير خيانه. خليك يلف وشك. خليه فش فش. احمد بابا احمد جايب لك مفاجاه. يلا يلا تعالى بقى عشان تشوف الهديه بتاعتك. بابا جايب لك هديه. الهديه بتاعتك في قلب التورته. التورته انت متوقع ايه؟ هي حاجه مربعه. لا بالامانه تتخيل ايه؟ تتوقع ايه؟ مثلا هي هديه غاليه. توستر؟ ايه؟ توستر. هو التوستر اتحط جوه البتاع؟ ها؟ بقول له التوستر. ايه ده؟ عشان عبد الله هتكسر المره دي. التوستر اتحط جوه البتاع. تتوقع ايه؟ حاجه انت كان نفسك فيها قوي. طب ما تيجي نشوفها طيب مع بعض. لا لا غمض عينيك. اوريهم هم الاول. غمض عينيك. لا لا غمض عينيك. اوريهم هم الاول. لا لا سيبها مكانها سيبها مكانها. يلا يلا طب يلا 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 وراك يعني. تمام كده؟ يلا هات الرقم 10 بتوعك. رقم 10 عشان لاني فيه هديه. بس عادي كمان كمان بعيد ان هو يكون في كتير. ايفون 15 ان شاء الله هيبقوا لك ان شاء الله بالفرخ. طب كده يا جماعه دي تورتايه. احنا بقى هنعمل دلوقتي هنختار كل واحد اسم زي ما قلت لكم. المهمه بتاعتنا اللي جايه كده صح ولا كده صح؟ خلاص كده مش عايزينها. ودي خلاص كده مش عايزينها. التورتايه دي جايبينها هنصور بيها ونرجعها تاني نصورها كل مره. كل مره ماشي تمام يا عبد الله. احنا هنرجعها تاني دلوقتي. طيب يلا كل واحد هيكتب بقى اسم فين القلم فين؟ بابا شيل التورتايه عشان ما تصحش. طب يا جماعه انا هبدا انا الاول دلوقتي هكتب الاسم وهطبق الورقه بتاعتي واحطها فين؟ في الطبق هنا. اوكي؟ ورقه خلاص يا عبد الله. ماشي تمام كده يا جماعه انا خلصت الورقه بتاعتي ايه؟ طفي البوله. دور عليك يا حمود يلا اكتب. ماما مش هيشوفه؟ يلا وجه دور عبد الله يا جماعه. عبد الله حلق ميري رايح الجيش. يلا لا يا جماعه. يلا يا عبد الله هات الورقه بتاعتك. ماشي كده ثلاثه باقي ماما. يلا ماما كده كده. عبد الله هتحط الاسم بتاعها. تمام كده خلاص يا جماعه. احنا اخترنا كل واحد اسم. احنا الاربعه يا رب يطلع الاسم اللي انا عايزه. يا رب يطلع اللي انا عاوزه. يا رب. هنخلي هو يختار الاسم اوكي؟ ما تختاروا انت؟ لا يلا اختار. غمض عينيكي؟ غمض عينيكي. غمض عينيكي. قرب يا رب. انا مش عارف التصوير كده جاي عليه ولا لا. يلا. ما علينا. ان شاء الله خير. يو يلا يا ماتي تعالى يلا. خلاص كده حطي ورقه. ماشي افتحها قدام الكاميرا. طب ارجع ورا ارجع ورا عشان تيجي في الكاميرا. اما اشوف فيديو الاول. انت شفت؟ تفتكر ايه؟ انا مش شايف والله. ايه؟ اقول لك ازاي؟ اسمي ايه؟ تالا. والله العظيم؟ لا لا الحمد لله. والله العظيم الحمد لله ربنا كرمني. خلاص انا كان نفسي في الاسم. خلاص انا كده كده اخترت الاسم. بصوا يا جماعه انا هوريكم بقى ايه؟ كل واحد كان كاتب اسمي ايه؟ انت كنت كاتب ايه يا احمد؟ مجروح. مجروح الورقه؟ مين؟ تالين. تالين ده مين اللي كاتبها؟ انا. ماما كاتبه تالين. طيب كده يا جماعه تالا وتالين. مين كاتب فرح؟ عبد الله كاتب فرح. انا فرحت. اشمعنى فرح؟ عشان احمد. عشان
انا شايفك فيه. يلا وريني طنج. يلا انجز. الفجأة الكبرى ليلي ليلي ليلي. طيب قول لكم، قولوا لنا يا جماعه ايه في الكومنتات، ايه اكتر اسم عجبكم من الاربعه؟ تلين ولا تلا ولا فرح ولا ليلي؟ هم قولوا لنا في الكومنتات اكتر عدد كومنتات هيجي هنسمي الاسم. اوكي يلا باي باي، احلى مسا عليكم.